منطقة القوقاز تقع بين البحر الأسود وبحر قزوين، وتتكون من ثلاث دول رئيسية: جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى أجزاء من روسيا. سميت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى سلسلة جبال القوقاز التي تمتد عبرها، وتأتي التسمية من كلمة في اللغة الأيبيرية القديمة تعني الجبل. تنقسم المنطقة إلى القوقاز الشمالي والجنوبي، حيث يشمل القوقاز الشمالي جزءا من روسيا مثل جمهورية الشيشان وجمهورية إنغوشيا، بينما القوقاز الجنوبي يضم جورجيا وأرمينيا وأذربيجان. وتعتبر جبال القوقاز حدود طبيعية بين روسيا ودول القوقاز، وتصنف منطقة القوقاز جغرافيا بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها نقطة تقاطع بين القارتين، حيث تمتد جبال القوقاز لتفصل بين المنطقتين. تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية وثقافية كبيرة نظرا لتنوعها العرقي والجغرافي.